ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع الاكسسوارز، السلاسل والعقود والخواتم. ثانية واحدة، انا نسيت الخواتم. ثانية وجاي، ثانية وجاي، انا جيت تاني تنسيها. طبعا هتقولوا ايه اللي قدامنا ده؟ اكيد مش هتكلم على الطبلة، انا هتكلم ان الشخصية دي لابسة اكسسوارز كتير جدا، وهي اللي محلية التمثال ده. يعني لابس حلق اهو، حلقين، شيل الطبلة دي، حلقين، حلق كمان. الحلق جوه يعني ايه؟ متكلف. بص الحلق متكلف ازاي من الناس. والله لابس زي اسمها ايه دي، اسورة كبيرة، اسورة هنا كبيرة. لابس عقد اهو، يعني مشيك نفسه، وهو ده اللي مدي ان الشكل جميل. ماشي، يعني هو لو كان الحاجات دي مش موجودة اعتقد اصلا ان احنا مكناش اشتريناه. هو بتاع بابايا اصلا، بس عموما يعني ايه، مكناش اشتريناه. فده موضوع النهارده. تمام، يلا بينا نبدأ الفيديو. بص، اولا يعني عايزه اوريكم انا حاطه الاكسسوارات بتاعتي فيها عشان ما تتبهدلش. اهي علقت مجوت. لو اي حد عنده فكره تانية يقول لي، بس دي حسيت ان دي اكتر حاجه بتبين بالحاجه وتحافظ لي عليها. طيب، اول حاجة قدامي ده انا كنت جايباه من اخر العقود اللي في مول العرب، كان في حدود 50 60 جنيه. صباع عجبني قوي اهو، باين صح. ده انا بحبه قوي. ساعات بلبس تحتيه سلسلة صغيرة او طويلة ذهبي، فبيبقى جميل. ده بيتلبس على قميص ابيض. هو انا عامله لكم فيديوهات هتجيلكم، هتبين لكم ان انا ازاي اطقم نفس الاكسسوارات على اي لبس، اي ستايل، ستايل التيشيرتات زي اللي انا لابسه ده، او ستايل شميزات عادي، او ستايل بلوزات اللي هي القط. يعني اي ستايل هيليق عليه نفس الاكسسوارز بالظبط. وانا عايزه اقول لكم ان التفاصيل والله بتفرق جامد. يعني التفاصيل لما انت تلبسي حاجه زي دي او اي حاجه من انا هوريها لكم او شبيهه ليها، المهم ان هي هتفرق في اللبس بتاعك وهيغير من شكله. حتى احنا عندنا نقول ايه، هي البلوزه دي حلوه ولا وحشه، يقول لك مثلا البسيها بس ايه، البسي عليها عقد كذا فهيغير من شكلها. فدي حقيقه، عقد بقى، خاتم، حزام، اي حاجه. تاني حاجة، انا هوريكم الحاجات الذهبي الاول ماشي، وهقول لكم ازاي تحافظوا عليها. تاني سلسله، تاني واحده اكيد هي اكيد مشهوره، يعني بتتقفل بمغناطيس. دي حاجه كويسه عشان ايه، يعني بتقفل وما بتسيبش، يعني بلبسها ما بتسيبش خالص اهي. دي في اللبس انا بلبسها على التيشيرت ده كتير، يعني بحس ان هي ايه، بتبقى شكلها جميل يعني ولايقه عليه. ماشي، محدش يقول ده تيشيرت ما تلبسش عليه، لا جربي يعني، اطلعي بره التقليدي، ما تخليش نفسك تقليديه. يعني البسي حاجه مش تقليديه وهتلاقيها لايقه، يعني مش هتاذي غيرك، مش هتاذي العين، يعني هي هتلاقيها حلوه. مش لازم تلبسي التقليدي ان الاكسسوارز بس بتتلبس مثلا في الافراح بس مثلا، او في خروجه مهمه، لا عادي يعني بتتلبس في اي وقت. تاني حاجه ده بقى يعني انا بفضله جامد الايام دي، نعم اطلع استني، اهو انا عشان قلت لك انت المفضل بتاعي هتتنك ولا ايه. اهو بص، ده انا بحبه قوي قوي يعني. طبعا ايه يعني، هو لونه ابيض وصغير فحلو. ده كان في حدود برضو 70 جنيه، وده كان في حدود 50 جنيه، يعني حاجات مش غالية. لو جبناه من براندات ذات نفسها يعني مش هتعدي 150 جنيه. ده هو شبيه للأول بس يعني، اهو اهو في اللبس تمام. ده اخر واحد ذهبي، لا في واحد نحاسي،
ده اهو. اهو بس هو مش لاقي على التيشيرت ده، عايز حاجة سودة قميص يعني، ده عايز افرح اكتر يعني ماشي. لكن الباقي عادي، مفيش عادي. ده بقى كنت شارياه من الحسين، كنت شارياه من الحسين بس من 3 سنين. انا بحبه بس ما بلبسوش، مش بلبسه كتير، بس كنت شارياه من الحسين. ساعات بلبسه على شميس اسود واسع، او مثلا قميص ابيض واسع على بنطلون ساده، بيبقى شكله عسول قوي. يعني بيدي وحي ان ايه، ان احنا مصريين بقى يا جدعان وبدو والكلام ده. كنت جايه من الحسين، كان ب 55، بس مش عارفه دلوقتي هو كام، بس انا فاكر يعني ان الاسعار بتاعته مش بتغير. طيب بالنسبه للحاجات الذهبي دي نحافظ عليها ازاي، او هي في حاجه اتغيرت لونها معايا؟ بس قبل ما كنت ايه افتكر المعلومه دي، إيه ازاي احافظ عليها؟ احافظ عليها بالمنكير ده، طلاء الاظافر اللي هو المقوي ده الشفاف. بتجيبي الفرشه اهو، بتجيبي الفرشه كده ده كده بالراحه، وتيجي مثلا على ال يا رب تكون باينه، تيجي على الحاجه الذهبي وتعملي كده كده كلها من الظهر والوش، وتسيبها 5 دقايق هينشف، فهيبقى عازل بين الميه وبين البرفانات او اي حاجه، فهتستحمل معاكي شويه لونها مش هيغير. المعلومه دي انا عارفه ان في ناس كتير عارفاها، بس انا كنت عارفاها ونسيتها. فكده في واحد اشتريت منه عقدة يعني، راح فكرني وراح رجعت عملتها تاني. بس واهم حاجه ما ترشيش عليها برفيوم مباشر بميه، العرق، الحاجات دي كلها ايه تخلي بالك منها. تمام، نيجي بقى على اللون الفضي. عندي ده جاي على افراح شويه، بس حلو يعني برضو، هو كبير بس رقيق يعني، مش بس تغيير يعني، الواحد لازم يغير برضو. عندي ده بقى انا بحبه جدا، الفضيات ده اكبر واحد انا بحبه اهو، انا بحبه اكتر، ده اكتر واحد بلبسه كتير جدا على التيشيرت ده بلبسه. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا في التيشيرت ده في زي الماس كده ماشي، فبيتلي عليه جامد برضو، او اي حاجه ذهبي يعني التيشيرت. بس ايه دي نهايه البنات. عندي السلسله دي زي الجنزير كده، بحبها برضو بس يعني مش بلبسها كتير، بس بحبها. تمام، كل الحاجات دي اسعارها ما تتفاوتش ال 100 جنيه. تمام، ده بقى انا برضو بحبه جدا، وده لي قصه معايا اهو. ده انا لقيته، كنت نازله اشتري طرحه فلقيته عندي بتاع الطرح بالصدفه. المهم ايه اشتريته. تمام اهو، بس بعد ما اشتريته شايفين السلسله بتاعته دي ما كانتش سلسلته، السلسله دي كان بدلها جلد كده زي جلد تعبان لونه جراي غامق. تمام، من كتر اللبس اتقطع واتفك، فروحت الحسين في شارع المعز، في حاره كده طالعه منه بيبيعوا الاكسسوارز دي اللي هي الماتيريال الاصليه بتاعتهم. نزلت جبت متر بالظبط، كان متر ب 25 جنيه او 20 جنيه مش فاكره، وعملت وشفت نفس المقاسات الجلد الاول، ورحت خدت مقاسه واستعملتها بالشمع وجددته من اول وجديد، وبقيت البسه تاني لان اصلا يعني هي الحته دي اللي كانت عاجباني، فجددته وبقى ايه كويس. ده اخر واحد في الاكسسوارات بتاعتي، ده برضه كنت جايباه من الحسين مع الذهب، كان الاتنين شهر واحد، كانوا طالعين موضة من 3 سنين، فكنت جايباهم كتير. وحتى عملت حاجات هاند ميد نفس المصنعية كده، بس مش عارفة يعني هما معايا يعني، بس ايه عشان مطولش على الفيديو يعني، بس نفس الافكار، بس هو قديم شوية، بس كنت بحبهم اوي برضه. المهم يعني ايه اللي كنت عايزه اوصله لكم، ان التفاصيل بتفرق في الهدوم، لازم تغيري في ستايل لبسك، غيري يعني. انت ما بتحبيش الاكسسوارات اللي هي العقود والسلاسل وكده، هاتي واحده مثلا تكون رقيقه البسيها تحس ان في تغيير في الهدوم. هاتي بعد كده اكبر، هاتي اكبر في اي فرح، هاتي في اي مناسبه، هاتي في يومك العادي رايحه الجامعه خارجه اي حاجه، هاتي حاجات تكون عمليه البسيها، هتغير من شكل اللبس يعني هتصدقيني بجد. يعني انا عامله الفيديو ده عشان في ناس ما لهمش في الحاجات دي خالص، يقولوا لا احنا ما بنحبش الدوشه والكلام ده، بس يعني جربوا. ده بقى نيجي على الخواتم. خاتم ده نحاس كنت جايبه من الحسين، وده برضه نحاس كنت جايبه من الحسين، في واحد تاني وده كمان نحاس كنت جايبه من الحسين برضه، وده برضه نحاس، ده بقى مش جايبه من الحسين، ده كان جايب لي هديه من اسوان. تمام،
انا ممكن البسهم اجربهم اهو، شكلهم بيبقى حلو في الايد يعني. بصوا انا هعملكم دلوقتي ايه، انا مطل. بصوا اهو، انا بحب، انا اصلا في العادي بلبس ممكن خواتم كتير في ايدي يعني، العادي بتاعي يعني. فكرة هتلاحظوا الحاجات دي. في بقى ايه الاكسسوارز اللي انا كنت جايباها؟ ده نحاس برضو بس صغنون، هو مكتوب عليه في الله خير حافظا. طبعا في حاجات كتيرة مكتوبة بس انا جبت ده، بس ايه بخلي بالي ما تخلش بالحمام. اي حاجة مكتوب عليها قرآن خلي بالكم ما تخشوش بيها الحمام عشان حرام. بص الحاجات دي حلوة، انا كنت شاريها زمان، بس هي عيب ان لونها بيغير يعني، اه شكلها رقيق والكلام ده بس لونها ايه بيغير. تمام يعني، ده ما كنتش جايباه اسود بقى اسود كده وما بيلمعش طبعا، لكن النحاس ده نحاس على فكرة اهو، ده كمان نحاس بلبسه ساعات، ولما مثلا لو لونه غير او مسحاه بحتة قماشة يرمع تاني زي الفضة كده، بتتلمع بالكربونات وبيرمع بجد وبيرجع. ده برضو خاتم بتاعي بس برضو لونه غير. ماشي طيب، انا كده اعتبر اكسسواراتي خلصت يعني، ايه حاجات كده يعني فايت حاجات قليلة اوي بس ايه مش هتفيدكوا اوي يعني. طيب اي حد مش عنده اي اكسسوارات ينزل يشتري ويجرب حتى لو سعرها رخيص. ماشي، في البراندات كلها دلوقتي عاملين قسم بيبيعوا فيه اكسسوارز، ده معناه ان دي حاجة مهمة. لازم تغيري في لون طرحتك، انا هبقى اعمل لكم فيديو عن الطرح قماشتها وايه الاحسن وايه الاوحش من وجهة نظري طبعا، انا مش دارسة ولا اي حاجة، انا بقول الحاجة من وجهة نظري، والموضوع الاكسسوارات ده من وجهة نظري وذوقي. انت ليكي ذوق وانا ليا ذوق، لو انت ذوقك زي ذوقي هيعجبك حاجتي، لو انت ذوقك مش زي ذوقي هتجيبي حاجات تانية. تمام، في حاجات فيها الوان كتير بس انا مبحبش اللي فيها الوان، انا بحب حاجات لا فضي او ذهبي، دلوقتي بميل للذهبي اكتر مش عارفه ليه بصراحه، مع ان انا صغيره كنت بحب الفضيات بس، ودلوقتي بميل للفصوص يعني، هتلاقوا اغلبيه هدومي في فصوص. ليه مش عارفه، بقيت بحب الحاجات دي جدا، وهي بتدي بجد ضير بتدي ضير الهدوم وبرتاح يعني، ممكن البس ممكن عقدين فوق بعض. لو لابسه هيكون لواحدة ساعات بلبس، لو هيكون لواحدة تلبس سلسلة طويلة وعليها عقد صغير. تيشيرت ده بنزل بيه عادي، بس الاكسسوار مثلا ما بتتلبسش في حالة ان انت نازلة بترنج مثلا، ما ينفعش تلبس عليها اكسسوارات اصلا، هو كوتشي وشنطة ويلا بينا ننزل. لكن اي طقم تاني اعتقد ان انا ينفع البس عليه. تمام، بص اللي اول مرة اتفرج عليا لو عجبك الفيديو اعمليلي لايك وسبسكرايب وفعل الجرس اللي تحت عشان يوصلك اي جديد انا بعمله، واللي بيتفرج عليا من زمان وعامل لي لايك وسبسكرايب يبقى تمام وهيوصل له برده اي جديد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اي حد عنده تعليقات يكتبها لي تحت انا هقراها ان شاء الله. ويلا باي باي. نسيت اقول لكم ان انتوا تابعوا لحد اخر الفيديو علشان انا حاطه لكم طريقه لبس الاكسسوارات على الهدوم دي.